مساء الشعر، الموسيقى واللون على أرواحكم وقلوبكم. لم تكن الثقافة تنتهي بالنسبة لنا بإنتاج واستهلاك الكتب واللوحات والسيمفونيات والمسرحيات، بل إنها في الحقيقة لا تبدأ هناك. كنا نفهم الثقافة على أنها إبداع لأي فضاء لالتقاء الأشخاص، وكانت ثقافة بالنسبة لنا كل رموز الهوية والذاكرة الجمعية، شهادات بمن نكون، نبوءات الخيال. كنا نريد أن نتحدث مع الناس، أن نعيد إليهم الكلمة. الثقافة تواصل أو لا شيء، هذا ما يقوله الجميل 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 إدواردو غاليانو. أما أنا فقد أتجه للقول بأن هناك من يؤمن بأن ضوء العالم هو القصيدة، وهناك من يشدد دائما على أن الموسيقى هي الحل، وهناك من يتفاعل باللون ليسلك طريقا معبدا في خطم أي دمار، انهيار أو خرائط. لكني أؤمن بالصدق بالإبداع كيفما كان، بقدرته على النفاذ إلى القلب كنبض وإلى العقل كمشروع تنويري مستدام. في أمسية حاسة سادسة الأولى، نحن في نون نحاول أن نقول ببساطة أن الفن هو روح الحياة، ما ينفخ في عروقها الحيوية، ما يعيدها إلى إنسانيتها الأبرع. نحاول أن نجمع كل الكلمات المتناثرة في فضاء واحد قريب من الآخر، يجعلنا أخيراً نخرج بشعلة واحدة. وبعيداً عن جدليات الإبداع في الإنسان هل هو فطرة أو اكتساب، نحاول أن نقول أنه قد لا يعني أبداً أي شيء متى ما حسم ذلك الجدل، إذا لم يكن قادراً من أن يقترب من الإنسان على الأرض. إنه يبدأ تماماً من حيث روحه، من حيث قدمه الراسخة وروحه المرهفة، بحيث يحمله إلى سماء الوعي السابعة. الإبداع لا يبدأ من المنصات، الأجنحة لا تنبت فجأة في الأعلى. فشكراً لكم لأنكم تشاركون حلماً من أحلام نون في هذه الليلة، وشكراً لمن أردناهم بقدر ما أرادوهم أن يكونوا جزءاً فاعلاً في حلم الليلة من شعراء وفنانين عاقلين أو مجانين. شكراً سالم الجنيبي، جمال الملا، عبد اللطيف بن يوسف، فيصل شاه، ونغم الإمارات كمجموعة موسيقية، شيخ المطيري، ما أعرف شكراً ولا مش شكراً. الآن دعونا نبدأ باستكشاف حاستنا السادسة معاً. مساء الخير. شكرا لندوة الثقافة والعلوم ولجنة نون، شكرا للأم والأب حقيقة، شكرا لسعادة سلطان صقر السويد رئيس الندوة والأستاذ علي عبيد الهاملي وبقية أعضاء مجلس الإدارة الذين شخصيا قدموا لي الكثير، شكرا أيضا للسادة الحضور الآخرين عبد الغفار حسين وبقية المثقفين من أصحاب السعادة، شكرا للحضور جميعا، شكرا للأهل والأصدقاء والأحبة من تعنوا عناء الطريق يعني والازدحام المروري وغيره. يعني فقط اقتبس قولا لشاعر عربي قديم سحيم الرياحي حينما قال: انا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى اضع العمامة تعرفوني. فقط من باب الاستئناس. النص:
إنسان. لأجل عينيك كان الله لك، وكنت أنت لأجل الله كيف لك؟ لأجل آثامك البيضاء قد خلقت كل الشياطين شماعات من تهك. يا أنت يا ظمأ الصحراء، يا مطرا من الغياب، ويا كل الذي هلك، يا سر كل وجوه الماء مذ اتخذت منك المجاديد رخم المنتهى نسكا. يا من تشظيت باسم النار في شوه وقلت يكتمل المعنى إذا ارتبك. كانت يداك كنهرين ارتوت بهما من آمنت، كانت يداك كنهرين ارتوت بهما من آمنت أن هذا الكون فيك بك، من آمنت أن طهر النيل ليس سوى نهر تفلت سهوا من أصابعك، من آمنت أنك الأسماء، أنك من دنا إليك دنا سرا وعلمك. وإذ بطوفانك الأسنى وقد نفدت كل المشيئات سرا في مشيئتك، وكنت تهرب نحو الله تصرخ يا رب هذا أنا نوح، فأغرقك وقال إنك أولى ما أردت بأن أراه في غريقا كيف أعصمك. كل القيامات في جنبيك مغمدة، النار نارك والخضراء جنتك، بين النقيضين لا وجه ولا صفة. يا حافي الوجه قل لي ما ملامحك، زدني غيابا أنا المفقود في كهوى، أرقى المقامات أني الآن أجهلك،
ما بين معترك الأحداث لا أحد هناك، لا يد من تهوى ولا يدك. ما بين معترك الأحداث والمهج حتى يد الله لن تأتي لتنقذك. فرجار بس تسمح لي شغله؟ تفضل. طبعا الشعارات ما يعطونا مجال نتكلم ابدا. مساء الخير. انا قبل لا ابتدي اي شيء احب اشكر دائما الاخوان اللي معك. شباب مرات للامانه يعني دائما تعرف الموسيقى ياخذ وقته، لكن انا جيت من الكويت ما خليت يعني حتى فتره قصيره اني انا تعرفت معاهم. هذا يثبت لي ان احنا فعلا يعني روح واحده. ولما انا دعيت الى هذه الارض انا في بلدي فعلا، لاني انا تعرفت بصوره سريعه جدا مع الاخوان. من يمين الاخ عبد الله العبار عازف العود، ذلك على يميني عازف الجل الخطير ما شاء الله فاضل حميداوي، واخوي سعيد طالب عازف الكيبورد، كذلك اخوي حسين الحمادي عازف على آلة الدف. شكرا لكم جميعا.
تطوف على جسومي كل حين فتعشق شاعرا قلما ونصا. أنا بيت الألوهة لست ماء ولست أنا بطين لست جصا. وكم أدلجت في أدس كفي فكيف أكون مسروقا ولصا إذا كانت فعالك في فعالي. فقل لي يا إلهي كيف تعصى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل أن يكون جمهورنا الليلة البحر والسماء وأنتم. هل يطمئن الجوع؟ أترى إذا عجنت يداك صباح بردك